يا أهلا وسهلا فيك وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض وصفة كتير مميزة من المطبخ المغربي، هي شوربة الحريرة. شوربة الحريرة من الشربات اللي لابد إنها تتواجد في شهر رمضان، وطبعا المغرب كمان بياخدوها في غير رمضان. المميز فيها طعمها وقوامها، فعلا فعلا بتشهي. طريقة إعدادها سهلة وبسيطة، فخليكم معي عشان نتعرف على المقادير. بالنسبة للمقادير راح نحتاج قطع من الدجاج، ممكن استبدلها بقطع من اللحم. عندي هنا حمص مسلوق، طبعا لو راح ناخد حمص عادي او مش مسلوق راح ياخد وقت كبير في الطهي. انا عاملة هنا الحريرة سريعة. هنا عندنا بصل، قطع من البصل مفروم ناعم. عندي 4 حبات من عصير الطماطم، طبعا الطماطم انا عصرتها. عندي هنا شعرية رقيقة، وعندي كمان معلقة تين من صلصة الطماطم. عندي كرافس وبقدونس، انا ربطاهم بالشكل اللي انتو شايفينه. بالنسبة للتوابل راح استخدم كركم، وعندي هنا بابريكا وملح وكمون، توابل مشكلة وفلفل اسود. على النار راح احط قدر، راح احط فيه قليل من زيت الزيتون، واضيف عليه البصل، واسيب البصل يتحمس لحد ما يذبل معايا. زي ما قلت لكم هنا الحريرة انا بعملها بشكل سريع، وما بيختلف طعمها عن الحريرة اللي بتتعمل في وقت طويل. راح احرك البصل الين يذبل معايا. بعدما حسيت ان البصل بتاعي بدأ يذبل راح اضيف عليه قطع من الدجاج. طبعا زي ما انتم عارفين ان الدجاج بيستوي بسرعة، ما بياخدش وقت كبير. مدة طبخ الحريرة بالشكل هذا يعني من ساعة الى ساعة وربع. راح احرك الكل لحد ما الدجاج ياخد من طعم البصل، وبعدين اضيف عليهم عصير الطماطم زي ما انتو شايفين. راح احرك الكل وبعدين اضيف عليهم التوابل. طبعا انتو ممكن تضيفوا اي نوع توابل، ده اختياري. وبعدين اضيف عليهم البقدونس والكرافس. طبعا الكرافس هو اساسي في الحريرة المغربية، هو اللي بيديها طعم جميل. طبعا ممكن تضيفوا كمان عدس، انا ما اضفته، بس كمان العدس بيدي الحريرة طعم، وبنضيفه في اول الطبخ يعني في المرحلة ديت بنضيف العدس. هنا راح اضيف الكرافس بتاعي والبقدونس. راح اسيبهم يغلوا زي ما انتو شايفين لحد ما يغلى معايا كل، واضيف عليهم مية حارة او مية مغلية، وراح اسيبها على النار لغاية 30 دقيقة، وبعدين ارجع لكم. طبعا لازم بعد مرور 30 دقيقة نضيف الحمص بتاعنا عشان الحمص يستوي، يكمل سواه مع الصوص او مع صوص الحريرة. زي ما انتو شايفين المية بدأت تنخفض، وهنا راح اضيف الحمص زي ما قلت لكم. وأحرك الكل وأرجعها يستوي.
وبعد ما سبتهم لمدة تقريبا ربع ساعة مع بعض، هنا راح أضيف الشعرية بتاعتي. طبعا الشعرية ما بتاخد وقت كبير عشان تستوي، يعني كلها 15 دقيقة. في الوقت ده راح أمر أني أحضر خليط الدقيق والماء، بس قبلها راح أشيل الكرافس والبقدونس. خلاص كده كفاية. وهنا راح أخذت حوالي معلقتين من الدقيق والقليل من الماء البارد أو الماء عادي من الحنفية. راح أخلط الكل وأضيف، وبعد ما يتخلطوا معايا راح أضيفهم إلى الحريرة، وأحرص إني وأنا بضيف إني أخلط، لأن هنا لازم أكون سريعة وأخلط عشان ما يتكتل عندي الدقيق. طبعا إحنا هنا ما بنعملش كمية كبيرة من الدقيق، كمية صغيرة. أحرك الكل وأضيف ماء حار إلين أحس إنه بدأ القوام يزبط معايا. وهنا راح أضيف معلقة من صوص الطماطم، وممكن هنا ندوق لو الحريرة ناقصها توابل، ناقصها ملح أضيفه لها عادي. راح أرجع الحريرة تغلي، وهنا بدأت تغلي معايا. كل شوية أحركها علشان الشعرية ما تلتصق معايا نهائيا، وده القوام اللي أنا أبغاه. طبعا لو أنا عايزة قوام تقيل ممكن أكتر من الماء والدقيق، ولو أنا عايزة خفيف أضيف الماء المغلي. راح أسيبها لمدة 10 دقائق إلين 20 دقيقة إلين تغلي معايا، وده القوام اللي أنا أبغاه. وبكده الحريرة بتاعتي تكون خلاص استوت. أتمنى فعلا تكون الوصفة نالت إعجابكم وتكون استفدتم من الفيديو. فعلا طعمها بيجي رائع. ممكن نزينها بشوية بقدونس ونحط عليها ليمون. في الأخير أتمنى لكم أوقات سعيدة، وأقول لكم شهية طيبة ورمضان كريم يا رب عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.